كل أمريكا ومن والاهم من أنظمة الطواغيت العرب إن الخلافة الإسلامية قامت وبإذن الله لن تتوقف حتى نرفع رايات محمد عليه الصلاة والسلام في البيت الأبيض. هنا ترون المطحنة التي تقوم بإدارتها الدولة الإسلامية. احنا نسعى لبناء دولة إسلامية يعني بكل مناحي الحياة، من المدارس حتى المصانع حتى كل شيء. انا تقوم مجاهد ام عامل استشهادية؟ مجاهد. بسم الله، انا اسمي داود، عمري 14 سنة، احب ان اصيب بدولة الاسلام في العراق والشام واغادر معهم. نحن نحب دولة الاسلام في